أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا والله عليم بالظالمين.
صدق الله العظيم.